جمعية التعليم والتنمية في بوروندي، دعوة تعليم تنمية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الأسبوع أقمنا قافلة دعوية لمدة 3 أيام، وهي باسم فاعلين خير رقم 2. قد أقيمت هذه القافلة في محافظة رويجي، وتخللت هذه القافلة أمطار غزيرة، وبحمد الله وتوفيقه استمرت القافلة وأسلم فيها 37 مهتدٍ جديد. أسأل الله العظيم رب العسكريم أن يجزي خيرا من مول هذه القافلة وساهم في إقامتها ومن كان سببا في ذلك، وأن يخلف عليهم بخير، وأن يحفظهم وجميع أهليهم وأحبابهم، وأن يجعل كل من أسلم في هذه القافلة في ميزان حسناتهم أجمعين. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالة المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل جميع الأنبياء، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، تذكير الناس جميعا بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين ليذكروا الناس بهذه الآية، بهذه الحقيقة، بهذا السبب الذي من أجله خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يحمد ويحب أن يعبد سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمرسلون قاموا بالواجب الذي عليهم ولم يقصروا في هذا شيئا، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمره بأن يصبر كما صبروا، ومدحهم الله تبارك وتعالى في تبليغ رسالته. ولذا لما ذكر الله تبارك وتعالى سلسلة مباركة من الأنبياء في وتلك حجتنا، قال في ختام ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهؤلاء هم قدوتنا، وهم قدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلوات ربي وسلامه على رأس هؤلاء القدوات، هو قدوتنا، نسير على طريقه. ونكمل الآية مرة ثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي تحيي هذه الأمة، وهي التي تخرجها من سباتها، توقظها من هذا السبات الذي نامت به مدة طويلة وقصرت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها فرض على الكفاية، وقد تكون فرض عين خاصة في زماننا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله.